والله مع الأسف فيما يخص الوباء هذا العلاقة مع النقل، النقل تقريبا تجمد كامل، كل حركة النقل تجمدت، لأن النقل كما يدل عليه اسمه أنها حركة، والوباء هذا باش نوضع له حد لازم الحركة تحبس. فيه خسائر كبيرة، فيه خسائر كبيرة في النقل الجوي، في النقل البحري، في النقل البري، فيه خسائر كبيرة كبيرة بزاف. أعطيك مثال، أير الجيري الشركة الوطنية الجوية فيها 40 مليار دينار، الشركة الوطنية لنقل البحري فيها 9 ملايير،